اوكي، خلينا نشوف المثال باستخدام الباي تشارت. كما ذكرنا، تعريف اي كلاس: كلاس وورد كي وورد، واسم الكلاس: كريدت كارد، كل كلمه بتبدا كابيتال لتر، كولون. الاندنتيشن بدنا ننتبه لها، اي شيء بدك تكتبه جوا الكلاس لازم يكون بنفس البعد هذا عن الطرف. الان عرفنا اول فانكشن ضمن هذا الكلاس، وهذا الفانكشن يستخدم عادة بدلا من الكونستراكتر، او هو الكونستراكتر لهذا الكلاس، بياخذ باراميترز سيلف بالاضافه الى كاستمر، بانك، اكونت، ليميت، واحنا عادة بنمرر له الكاستمر والبانك والاكونت والليميت لما بنعمل اوبجكت من هذا الكلاس. راح نشوف هاي الجزئيه في التستنج ستيب. لاحظوا هون اول باراميتر راح نخليه يعطي قيمته للاندرسكور كاستمر، وهذا طبعا هو داتا ممبر او فاريبل جوا هذا الكلاس. وبستخدم السيلف علشان احكي ان زي ذس اوبريتر بالسي بلس بلس، يعني هو عباره عن كيورد بنستخدمها عشان نحكي الاوبجكت اللي عرفته انا واعطيته هاي الباراميترز هو نفسه جوا الداتا ممبرز جواته تخزن هاي الباراميترز باستخدام السيلف كيورد. فلاحظ الكاستمر بنخزنها جوا الاندرسكور كاستمر، البنك كذلك الامر، اي سي ان تي بالاكونت، والليمت في الليمت. هيك انتهى دور الكونستراكتر. ولاحظوا برضه للاندنتيشن هون، لاحظوا ذكرنا قبل قليل كل شيء بيبعد هاي المسافه اذا هو راح يكون ممبر جوا هذا الكلاس. لكن هون بما ان بدانا بتعريف فانكشن عملنا انذر اندنتيشن، الان اللي بيبعد تو ديستانسز هذا بيكون جوا البلوك لهذا الفانكشن للكونستراكتر. مجرد ما رجعنا رجوعا للخلف ورجعنا على البدايه هاي نحكي عن another function معرف جوا الكلاس، ورجعنا للمسافه الاصليه الاندنتيشن الاول. عندي many functions، لاحظوا هاي functions، هاي عندي هون مثلا def get customer، هذا ايش بيرجع؟ الكاستمر نيم، جواته only one statement return self dot underscore customer. underscore customer هي عبارة عن variable أو data member جوا هذا الكلاس فيها value اللي هي اسم هذا الكاستمر. مجرد ما طلبت منه get underscore customer راح يرجع لي على المكان اللي عملت فيه calling لهذا الفانكشن الكاستمر name. أيضا get bank يرجع لي البنك name. get account بيرجع لي الاكونت نمبر. جيت ليميت بيرجع لي الليميت الخاص بهذا الاكونت. طبعا الكريدت كارد هي بطاقه ائتمان، انت لما بتعمل اكونت بتجيب بطاقه ائتمان سقفها الليميت مثلا 1000 دينار، بتقدر تاخذ تشتري فيها من السوق حتى 1000 دينار. كل ما اشتريت انت بتعمل تشارج، يعني بتخصم او بتزيد قديش عليك صار دين للبنك. وكل ما تدفع منها تعمل باي. يعني لاحظوا هون راح يكون موجود اسمك، وهون راح يكون البنك اللي عامل منه بطاقه ائتمان، واظن من البنوك اللي بتعمل، بجوز كل البنوك الان بتعمل بطاقه ائتمان. انا مره عملت من البنك العربي الاسلامي الدولي. وهون عندك رقم الحساب، وهون عندك الليمت قديش بيسمح لك يعني تاخذ دين بدون ما تسد. انا وضحت بس مبدا يعني الفكره هذا الكود عن ايش بيحكي لانه بيلزمنا. وهذا الفانكشن بيرجع لك قديش صار عليك دين لحد الان، جيت بالانس قديش لحد الان صار عليك، او شو فيها رصيد، يعني بغض النظر شو وضعها الان، شو الرصيد اللي فيها.
وهون مثلا اشتريت من مكان معين ب 100 دينار برايس 100 دينار بيعمل تشارجنج عليها بمقدار 100 دينار منها، يعني بتدفع من الكريدت كارد. طبعا الكود هذا ايش المفروض يشتغل؟ الفانكشن لاين 44 المفروض يتاكد المبلغ اللي انت اشتريت فيه بالاضافه للمبالغ السابقه اللي انت شريت فيها اذا لحد الان ما تجاوزت الليمت اوكي بيضيفها، اما اذا تجاوزت بيرجع لك فولس، ما بيسمح بعمليه الدفع الالكتروني عن طريق هذه البطاقه. اذا بكل عمليه شراء تشارجنج انت بتدفع عن طريق الكريدت كارد بضيف هذا السعر على الاشياء اللي انت مشتريها سابقا من هذه البطاقه. اذا وصلت للليمت وصلت للحد الاقصى ما بيسمح لك تدفع عن طريقها، بيحكي لك انه انت ما بتقدر تدفع عن طريقها، بيرجع فولس، يعطي ايرور على عمليه الشراء. اما اذا انك لسه ما وصلت الليمت بضيف المبلغ اللي شريت فيه الان على المبالغ اللي شاري فيها سابقا وبخزنها في البالانس بحسابك الاخير، برجع لك ترو، يعني العمليه تمت بنجاح. طيب انت بدك تدفع للبنك جزء من الدين اللي عليك بالكريدت كارد، بصير كولينج للفانكشن ميك بيمنت. مثلا بدك تدفع 300 دينار، الوضع الطبيعي الميك بيمنت المفروض يخصم من الدين اللي عليك، مثلا عليك لحد الان 500 صرت شاري ب 500 دينار من هاي البطاقه، بدك تدفع 300 المفروض يضل 200. فهي العمليه ايضا بتتم عن طريق هذا الفانكشن اللي بصير المبلغ اللي انت ناوي تدفعه بيطرحه من المبلغ المطلوب منك وبيخزن المتبقي في البالانس. And that's it. هيك انتهى عمل الكلاس. اذا لاحظوا هذا الكلاس هي مجموعة من الفانكشنز، عندنا الكونستراكتر، عندنا الجيت كاستمر هذا برجع لي كاستمر نيم، جيت بانك بانك نيم، جيت اكونت برجع لي اكونت نمبر، جيت ليميت بيحدد لي السقف الاعلى المسموح اني اتدين فيه عن طريق هذه البطاقة، جيت بالانس بيرجع لي الرصيد الحالي في هذه البطاقة قديش صرت شاري او قديش بعت في مجال اشتري منها وما الى ذلك. تشارج هون عملية الدفع الإلكتروني اللي بتصير بالمبلغ اللي بدي أشتري فيه، طبعا هون بشيك إنه أنا تجاوزت الليمت أو لا، إذا تجاوزته بيرجع لي فولس ما بيمشي العملية، إذا ما تجاوزته بضيف على البالانس وبيرجع لي ترو، ولو بدي أدفع أسدد جزء من الدين اللي عليه صار عن طريق الكريدت كارد بدفع المبلغ اللي بدي إياه وبيطرحه من البالانس المطلوب. هذا هاي الكلاس هيك بيعمل. طيب بدنا نعمل تيستينج لهذا الكلاس. عادة التستنج تبدأ بهذا اللاين، وهي النقطة اللي شفناها احنا اصلا في الكتاب، if double underscore name underscore double underscore equal equal name. وطبعا هذا الفاريبل مخزن في البايثون ومعروف انه قيمته هي كذلك، بما معناه هذا اللاين نتيجته او الكونديشن هذا نتيجته ترو اولويز، نتيجته ترو فهو راح يعمل ران. تفضل يا محمد اذا بدك تحكي. دكتور هذا الفاريبل نيم مش وظيفته بالضبط، مش عارف فهمتوش اللي هو النيم هذا الاندرسكور اندرسكور نيم اندرسكور اندرسكور، اول مره بشوف الاني. اوكي مش مشكله. هلا انا صراحه لما بلشت اشتغل على الباي تشارم عملت برنت اوت لهي الفاريبل، كتبت هون برنت وبين قوسين كتبت اندرسكور اندرسكور نيم اندرسكور اندرسكور، هذا الفاريبل قيمته السترنج الموجود هون اكزاكتلي بيطبع لي اياها اوتبوت. هلا بالعاده علشان تشتغل على الباي تشارم في شيء اسمه كونفيجريشن، لازم تكون عامل كونفيجريشن، وهذا الكونفيجريشن بينعمل بهاي المنطقه ايديت كونفيجريشن، وبتضيف الكونفيجريشن هون علشان تعمل ران. هلا المشكلة إذا ما كنت عامل configuration ما بيعمل run، ما بتقدر تعمل run عن طريق هاي البطن، بتصير disabled هاي البطن. بالمقابل statement هاي زي كأني عامل هذا configuration تسمح لي أعمل run and that's it. يعني لحد الآن اللي بعرفه إنه هاي دلالتها. طب دكتور شو يعني configuration؟ شو بعمل؟ شو المقصد بالكونفجريشن؟ ما عندي فكره، ما عندي فكره، هي من السيتنجز الخاصه بالباي تشارت.
بجوز بتحدد فيها مكان الكومبايلر اتوقع او الانتربريتر. ميبي صراحة أنا يعني ما اطلعت كفاية على هاي الجزئية. دكتور آسف المقاطعة، أنا بعرف لازم تنزلها مع ملفات البايت شارم عشان تقدر تعمل رن لأي كود. أنزل إيش؟ كيف؟ تقول لازم لما تنزل بايت منزلها مع شارم ملفات نفسه. البايت شارم، إيش هي اللي أنزلها؟ آه في ملفات بيجمع البايت شارم، أنا مش متأكد إيش هي بالضبط، بس عشان لايبرز تقدر يعني؟ إشي زي هيك. آه الفكرة الإشارة الخضراء هاي اللي بتعمل رن أو الرن هاي ما بتتفعل إلا بوجود هذا اللاين وبوجود الكونفيجريشن. أنا لسه بتعلم على الباي شارت، لما أوصل لمعلومة واضحة حول هاي الجزئية راح أرجع أوضح لكم إياها إن شاء الله لاحقا. المهم التستنج إحنا يعني الآن مش مطلوب مني الكونفيجريشن المفروض فيها، مطلوب مني هاي جاهز للكونفيجريشن وجاهز للمين إني أعمل رن، ما تحتها بكتب الإشي اللي بدي إياه عشان اعمل تيستينج لهي الجزئيه من الكود. طيب خلينا نكتفي مثلا لهون. دكتور سير اطلب منك طلب، تفضل. انه السكريبت هاب تنزلني اياه. ابشر ابشر ان شاء الله. هذا السكريبت طبعا موجود في الكتاب عرضناه قبل قليل، لكن لا باس بنزل لك اياه as dot py عشان يسهل عليك تعمل عليه اي editing وتعمل له run. طيب لاحظوا هون، خلينا برضه نعمل لها نفرض اللي مكتوب لحد الان حتى نهايه line 65. ايش اللي مطلوب جوا هاي اللاينز؟ ايش اللي احنا كاتبينه هون؟ عرفت ليست امبتي ليست اسمها ولد محفظه. هاي المحفظه فيها عرفت فيها عده حسابات لنفس الشخص جون بومان. اول element جوا هاي الليست لاحظ استخدمت append function. اول element عرفت فيه objects في هاي المعلومات. طبعا البعض ممكن يجي يحكي لي طب احنا ليش ما نكتب هون مثلا account 1 equals I think انه بصير هاي نجي على كلها نفس التستنج الموجودة. أنا عرفت empty list جوا ال empty list أول element خليته object من هذا الكلاس وديت معاه البارامترز هاي الفور بارامترز هاي الكاستمر هاي البنك هاي الاكونت نمبر وهاي الليمت كذلك الأمر كاستمر والبنك وال الاكونت اي دي بالاضافه للليمت وما الى ذلك. الان لو نعمل رن طبعا من هون تقدر تعمل رن من هون تقدر تعمل رن ومن هون نقدر نعمل رن. خليني اعيد عليهم من هون نقدر نعمل رن كذلك الامر من السهم الاخضر هذا كذلك الامر من السهم الاخضر هذا اي وحده فيهم نقدر نعمل فيها رن. لاحظوا هون على الاوتبوت ما اعطاني شيء، حكى لي انه البايثون وين اللي انا بستخدمه وين موجود والفايل دوت بي واي وين موجود الدايركتري تبعونه، حكى لي انه نعم تم تنفيذ هذا الكود بنجاح وذاتس ات. لما رجع لي كود زيرو يعني فيش ايرور، اذا في ايرور بيرجع لي الايرور هون تريس باك. طيب ومبدئيا حتى الان ايش عمل هو؟ عرف 3 اوبجكتس وحطهم جوا هاي الولد جوا هاي المحفظه او الليست. اذا هاي الليست الان فيها 3 elements. طيب الاليمنتس هاي بدي اعدل على القيم اللي فيها عن طريق الفور لوب الموجود هون. الفور لوب هاي ايش بتعمل؟ بتلف من 1 ل 16
يعني 1 2 3 4 up to 16 16 times راح تلف بكل مره ايش راح تعمل الفاليو اللي هو الاندكس اللي راح يكون موجود 1 او 2 او 3 باول راوند راح يكون 1 راح نعمل تشارج بهذا المقدار واليت اوف 0 دوت تشارج واليت اوف 0 يعني الاوبجكت الموجود الاليمنت الاول الاوبجكت الاول الموجود جوا واليت ليست بدي اضيف عليه تشارج يعني بدي كاني اشتري بمبلغ مقداره 1 هاي باللفه راوند نمبر 1 وهون 2 تايمز فال 2 3 تايمز فال 3 يعني عملت تشارج اشتريت من بطاقه الائتمان الاولى بمقدار مثلا دينار دينارين ثلاث خلصنا اول اتريشن ثاني اتريشن راح تصير هاي 2 4 6 ثالث اتريشن راح تصير 3 6 9 وهكذا لما يلفوا كل الاتريشنز الفور لوب هاي تنتهي طب نعمل رن نعمل رن من هاي عملنا رن وعملنا عمليات الشراء وتم التعديل على البالانس المفروض الان صح ولا لا؟ التشارج لانها بتعمل تشيك على البالانس وعلى مقدار الاماونت اللي بدنا نشتري فيه وما يتجاوز الليمت وما الى ذلك. هذا المفروض كله صار جوا التشارج فانكشن. طيب الان بدي اعمل برنت اوت لسم داتا. لاحظوا عملنا فور لوب سي ان رينج 3. فهي راح تلف 0 1 2 راح تلف على 3 اوبجكتس كل اوبجكت راح تطبع لي الكاستمر والبنك والاكونت والليمت والبالانس طيب هاي رن هاي اول اوبجكت هاي الداتا اللي صارت له تعديلات لاحظنا الشيء اللي يتغير علينا الان اللي هي 136 البالانس عمليات الشراء اللي تمت عليه 36 غالبا هي الواحد زائد 2 زائد 3 لعند 16 برضو الثاني 272 والأخيرة 408 لاحظوا ليش هذول أكثر؟ لأنه هون احنا كنا عملية التشارجينج تزيد بالأوبجكت الثاني والثالث هاي عملية التستنج يعني هذا الكود ليش بنعمله؟ عشان نعمل تستنج وهون مثلا بدي يعمل ميك بيمنت بدي يحاول يدفع مبلغ من الجزء المترتب عليه لاحظوا اخر بالانس كان فيه 408 دفع 100 ضل 308 دفع 100 208 دفع 100 108 دفع 100 ضل 8 هي جوا الوايل لوب الموجوده هون عمليات الدفع اللي تمت. And that's it. هون احنا نتاكد انه شغال صح او لا. نكتفي بهذا القدر. وبنحكي لكم يعطيكم العافيه ونلتقي ان شاء الله. المحاضره القادمه. الله يعافيك دكتور. دكتور هسه الامتحان مش عارف